يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أروح على إنجلترا في الشاحنة، ولكن قبل ما أروح خلينا ننزل لتحت وشيك على الشاحنة كلها، أطلع على الشاحنة إذا فيها أي مشاكل، إذا ما فيها أي مشاكل بتعرف الطريق سفر شو راح يكون، تمام؟ وبعدين ننطلق ونتكل على الله. بس قبل ما أطلع على الشاحنة راح أروح صف سيارتي في المكان الصحيح. أنا أروح نصف سيارتي. بسم الله يا رب، بسم الله توكلنا على الله. بسم الله. بس هلا خلينا نطلع على الشحنه نتاكد منها اذا فيها اي مشاكل ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مربوط كله تمام 100%. تاير هذا مضروب من هنا. يلا فاضي، انا بدي اروح حمل. اليوم راح يكون فلوج حلو كثير، راح اروح حمل من انجلترا باذن الله. التريلا ما فيها شيء 100%، فخلينا ننطلق. هذه التريلا طابق واحد، بالعاده انا بجيب التريلا طابقين. بسم الله الرحمن الرحيم. فيديوهات الشحنه لقيت عليها اقبال جدا 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 كبير، والناس حابه تحب فيديوهات الشحنه، فقلت لازم نبحث عن زاويه او زوايا فيها التصوير جدا حلو. فلقيت هذه الزاوية هنا أمامكم هكذا، فخبروني تحت بالتعليقات هل بتحبوا زاوية التصوير هنا ولا في مكان آخر، واللي عنده رأي إنه يكون في مكان آخر يخبرنا تحت بالتعليقات منشان نسوي فلوج ونضع زاوية التصوير. بس خلينا هلأ ننطلق على بريطانيا. بسم الله توكلنا على الله. خلينا نشوف السكيورتي على رأس المبنى. أنا شو بدي خبروني. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مطب قوي كثير. يلا أوريتي. You will arrive at your destination at 11:21 a.m. Turn left, Coddington Crescent, then go left on the roundabout and take the first exit, McNeil Drive. تمام، هلا بنطلع على الشمال، ولكن نسيت شغلة. ألا وهي أغراضي. رح أحاول صف هنا على اليسار. أغراض نسيت ما أحطهم مكانهم، يعني مثلاً المي حطها في البراد، الأكل حطه في البراد. بس خلينا عشان ما أسكر البوابة هنا واقف دقيقة واحدة بس. انظر هذه الأغراض تركتهم هنا، تمام، ولكن لازم نشغل البراد. وهذا الصندوق حط الأغراض هنا فيه، بعدين نبلش بنقل المي. فواكه، وبعدين شوفي هنا تمر وبسكوت بزر. هذا شو؟ فاصوليا. حط الفاصوليا هنا. سلطة بس. وهذه مي مرة أخرى بس. هلأ بعد ما حطيتنا الأغراض خلينا نفطر، نأخذ عجوة بسم الله مع قهوة. مشوار طويل كثير كثير. مجهز معي اشياء كثيره، ما دام مشوار طويل رايح مسافر على انجلترا. اخذ معي اكل ومي. الحمد لله، يعني هلا هو في استراحات كثير، بس بنفس الوقت هذا الشاحنه طالع فيها مخدمه كثير. فيها ميكروويف فوق بوريكم عليها بعد شوي بعد بالغداء. فيها براد هلا شفتوه. فيها سرير.
فيعني ان شاء الله ما راح احتاج شيء. After 100 yards, cross the roundabout and take the second exit, Trailhead Avenue. راح نطلع احنا يسار على من الدوار وناخذ المخرج الثاني باتجاه جلاسكو وبعدين ناخذ المتروي باتجاه انجلترا. بسم الله الله اكبر. المشكله بهذا الشاحنه ما راح تسرع كثير لانه فيها محدد سرعه. هلا بس دخلنا طلعنا على اليسار لفتين ثانيين بنصير على المتروي على الخط السريع. سحبي وحده على انجلترا باذن الله. خط واحد هو وما راح تلاقي في صعوبه برا يعني كلها سهل جدا يعني مو مثل بعض مناطق او بعض دول بتروح عليها جدا صعبه كلها تطلعات وكلها يعني بدك فيها طلوع. لا هذا خط واحد هكذا مستقيم خالص. هلا هنا السرعه 70 ولكن انا ما راح استطيع اسرع 70 لانه الشاحنه هي ما بتسرق هي بتعشر 70 بتوصل ل 70 ولكن هي محدده لل 55 فقط لا غير. ليش؟ لانه حاطين السرعه القانونيه في بريطانيا 56 فمحددين هن 55 مشان الشركات ما تاخذ مخالفات. طبعا اولا واخيرا الشركه مو هي اللي بتاخذ مخالفه، مثلا اذا انا سويت مخالفه وانا عم بسوق الشاحنه انا راح اخذ مخالفه. ليش؟ لانه المخالفه تجي على الشركه راح تشوف مين كان عم بسوق الشاحنه بهذا اليوم. انا يلا بعتوها لطاهر. صليت الصبح ما شفت لرسالة الساعة 6:30 الصبح عم بتقلي ممكن تيجي على الشغل هلا بأسرع وقت ممكن عشان تروح على انجلترا. يا راجل خبرنا مشان واحد ينام له ساعتين قبل ما يطلع الشغل. فقلت لهم للشغل قلت لهم هذا فيري سمول نوتس يعني انت ما اعطيتوني وقت كافي يعني بدي اجهز نفسي. على كل حال انا عندي اشياء بلغيها بطلع ما عندي مشكله. بس قديش تدفعوا لي مصاري مشوار؟ لانه هنا بصراحه يعني انا بحكي هذا الحكي كنت قديما يعني اخجل ما اتكلم هذا الكلام. قديما كنت اقول الشركه خلص طلبتني ويلا قول يلا وابدا شغل يعني بساعدهم وهم بيساعدوني لا في المستقبل بيعطوني شغل بيعطوني بيديروا بقى علي. ولكن اكتشفت انه اذا انا اشتغلت بالشركه بنهار وليلي اذا سويت اي غلط صغير عدم مؤاخذه بيقول لك يلا الله معك. لا تعال عندي انت اليوم محتاجني وبدك طالعني بكير قديش تدفع مصاري؟ ما في مساعده لان انت بكره انا بس غلطت بدك تقول لي يلا اتكل على الله. فخلص اعطيني حقي وبعطيك حقك. قال لي بدفع لك 30 باوند زياده. قلت له يلا نتكل على الله. فانا ما نمت كثير فقلت ناخذ قيلولي هنا في الشحنه ولكن ليس الان. بس هلا بدات شغل خلينا نسوق يعني فتره طويله وبعدين بريح. انا اصلا ما بحسب سوق يعني اكثر من 4 ساعات ونص لانه الشاحنه هذه اذا سقت اكثر من 4 ساعات ونص راح تسجل على الكارت تبعي انه انا سقت اكثر من 4 ساعات ونص. وبس وصل وانا ماشي بالشارع في انجلترا وقفتني الشرطه وشافت انه انا ماشي اكثر من 4 ساعات ونص بخالفوني مباشره. القانون لازم يمشي 4 ساعات ونص بعدين اخذ استراحه 45 دقيقه بعدين اقود 4 ساعات ونص مره اخرى بعدين اخذ 45 دقيقه بريك. هو فعليا 4 ساعات ونص 4 ساعات ونص 9 ساعات فعليا انه انا خلصت القياده اليوميه ما بقى بحسب سوق. ولكن في الاسبوع فينا مدد سويهم 10 ساعات مرتين في الاسبوع يعني قضيت 4 ساعات ونص اخذت استراحه 45 دقيقه بعدين قضيت 4 ساعات ونص صاروا 9 ساعات فعليا خلصت الدوام. ولكن اذا بدي امدد باخذ استراحه 45 دقيقه وبعدين بمدد ساعه واحده فقط لا غير. هلا انا نازل فاضي راح حمل بانجلترا ولكن الحمد لله هذه الشركه اللي عم بشتغل فيها ما بستنى انه هن يحملوا لي. يعني انا بدي انزل لتحت اعطيهم التريلا واخذ تريلا بدالها مليانه وخالصه واطلع خلاص. لانه هي الشركه هذه لالهم فبعطيهم تريلا بيعطوني تريلا وبرجع. يا مرحب بعد مشوار طويل جدا 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 واخيرا وصلنا على انجلند. انظر الى اللائحه ويلكم تو انجلند. هذا الجسر كان قديم جدا هنا مسوينه تراث. هلا نحن هيك فعليا دخلنا في الحدود الانجليزيه في انجليزيا. شوف هذا الفان اطلع اطلع يا حاج. ليك هذا الانجليز عالم صعب ما عطاني طريق بدي يطلع هو. قبل ما دخلنا في انجليزيا عرفناهم. شوف الطاقه الكهرباء
كل ما أخذي من اسكتلندا مسحوبي من اسكتلند نزل لتحت لوين على انجليزيا يعني من اسكتلندا لانجلترا سبحان الله بس الحمد لله اليوم الجو كتير حلو فأنا كتير مبسوط يعني بالجو أحيانا بيكون يعني بعد انزل مو طريق كله جبال طبعا الجبال أنا نازل من فوق لتحت يعني خط سيوي بس كل اللي حواليه جبال وأنا نازل نزول يعني هلا أنا وراجع من انجلترا لفوق لاسكتلندا راح أطلع طلوع شو بيكون بالعادة أمطار يعني أمطار كتير كتيرة وضباب معروف البلد هنا بالضباب فسبحان الله يعني اليوم الجو كان كتير حلو يعني مساعدنا على التصوير وأنا كنت عم بشتغل بالنهار أنا بالعادة بشتغل بالليل يعني قليل جدا حتى أحس صور فعم بشتغل بالنهار فهيك مساعدنا كتير هذا اليوم على التصوير شو هذا بسوي هنا؟ لا لك التاير رايح والله لا عينه هذول اللي بسوي حادث بجي استنى ساعة أو ساعتين وثلاثة حتى يمشي حاله ليش لأنت بدي تتصل للشركة والشركة تتصل للكفري أو تتصل لشركة تانية تجي تصلح له التاير يسحبوه برا المتروي بعدين يصلحوا له التاير وفي شركات بتدفع في اليوم ما بتدفع في الساعة يعني بجوز تتأخر ساعتين ثلاثة والله أنا بنصح الناس اللي بتحب تشتغل في الشحن تشتغل مع الشركات اللي بتدفع بالساعة وليس بتدفع في اليوم للأسف أنا عم بشتغل مع شركات تدفع لي بس باليوم وأحيانا بيأخروني ساعتين ثلاثة أحيانا بيأخروني أربع ساعات يعني أحيانا بيطول الدوام 14 ساعة أحيانا بوقف علي الشغل أقل من المينيمم ويج يعني أقل من الحد الأدنى للأجور بس شو بدك تساوي؟ الله المستعان هالكرفان كتير حلوة أنا بحب هذا الكمبر فان لازم يطلع على هذا الشارع لأنه هذا الشارع رح يتم التسكير وهلا بعد قليل حيطلع لك هيك باللوحات إنه في هدول الشارعين مفتوحين وهذا مسكر نصيحة للناس هنا في بريطانيا بتفكر إنه الشرطة هي بس دائما تلبس اللباس الموحد لا هنا في بريطانيا في شرطة كتير بسموها أندر كفر مش لابسين اليونيفورم مش لابسين اللباس الموحد بيطلعوا بسيارات غير سيارات شرطة سيارات عادية وباللباس غير لباس شرطة تمام وفجأة بيوقفوك ما شوف لشغالوا لك الإضوية تبع الأزرق والأحمر وبيلك صف على اليمين فجأة فنصيحة دائما خلي قانون 100% ما تقول انه ما في على يمين سيارة الشرطة ولا على يسار سيارة الشرطة ولا خلف سيارة الشرطة فلذلك خليني أسرع ربما فجأة تتفاجأ بشرطة يعني متخبيين الحمد لله ما بقي لي كثير لحتى اوصل تقريبا ربع ساعة 10 دقائق والله اعلم وصلنا يا معلم وصلنا يا معلم وصلنا ناخذ هذا المخرج وننزل للريتارتر المكان المقصود اللي رايح عليه باقي لي تقريبا دقيقتين من هنا تمام او دقيقة خلينا نقول بعد ما نخلص هذا الشارع اللي امامنا هو مكان صفة شاحنات باركينج للشاحنات مش شركة يعني عم حمل الفضي راح استنى فيه صفة شاحنة سوي له باركينج واستنى فيه واستنى السائق الآخر ليجي من تحت بدل أنا وياه التريلا بعدين أنا أرجع أطلع أب نورس إلى الشمال فوصلت أنا على المكان اللي لازم صفيه شاحنته هاي يعني هنا بسم الله شوف هذا السكرتير اللي راح يستغرب ويقول هذا اول مره بشوف واحد هيك دل عنا بطاقه فتحت البوابه ورمي اورايتي بسم الله لازم نحن نروح من هنا على الشمال بس لكن اقصى الشمال فلازم اخذ مساحه كثير كبيره يا الله ها هذا صار وقت الظهر لا لسه كنا صلينا الظهر والعصر هلا قصرا وجمعا راح صف الشاحنه هنا في هذا المكان نروح على الزاويه هكذا بعدين نعطي على اقصى اليمين تمام 100% الحمد لله مثل ما بيقولوا حفر تنزيل حفر تنزيل نزلت 100% هلا لا خرجع خلص
خالصين يا اما هيك المعلمية يا اما بلا. الانجليز بيضلوا ساعتين بيصفوا فيها، انا خالص صفي من اول صفي. خلينا ننزل هذا اول شيء نربطها هيك لورا. شو صارت؟ نحن هيك بسوريا بيلبسوها بصراحة، وخاصة عنا بإدلب هيك هيك بيلبسوها. يا رب بسم الله. اولا نشيل هذا المقود لفوق. وينك يا فريم؟ بسم الله. يلا مية بالمية. افصل هذه الاكزولاريز الكابلات. هلا بنفصل هذا اللي بسموه الفيفث ويل. الفيفث ويل هو هذا، بدل نسحب هذا نظريا هيك فصلنا الشاحنة، ولكن هلا بدنا نفصله فيزيكالي فعليا. يعني بدنا نقرب الشاحنة هذه للأمام شوي حتى نفصل هذه التريلا. تمام، خليكم هنا. هلا أنا بدي أقرب الشاحنة شوي لقدام. هلا بظن فصلت والله أعلم، ولكن هلا بدنا نقرب شوي شوي بهدوء حتى نوصل لهذه اللقطة أو لقدام شوي. نستنى هنا يفضل الهواء، هو يفضل الهواء بظن والله أعلم. هلا بنسحبه. تمام، بالسلامة نترك التريلا ومنروح نصف الشاحنة بالقرب من هنا، يعني ها هنا راح صف الشاحنة هنا واتركها هنا حتى يجي السائق الآخر. بس ايمتى يجي السائق الآخر الله أعلم يا صديقي. على كل حال يا معلم، صحيح المشوار جدا طويل كان، ولكن راح ننتظر كثير هنا فراح نريح. بس أول شغلة، أنا هذا الشركة لازم أخبرهم أي شاحنة أنا أخذت، فأنا أخذتها وضليت ماشي ونسيت ما أخبرهم أي شاحنة، فراح أخذ الريجستريشن رقم الشاحنة وبعث لهم إياها وأيضا التريلا. فهلأ شو رح ساوي أنا؟ رح حط الشاحنة، وضعية الشاحنة على أنه استراحة، أخذ بريك، لأنه هلأ ما بحسن برجع لفوق إذا ما أخذت بريكي. ليك هلأ الآن محطوط تو هامرز، يعني مطرقتين مضروبين بعض، معناتها هذه أذر ورك، يعني عم بشغال بعدني. بس إذا ضغطت هنا على الواحد هذا رقم واحد شو بيصير؟ بتغير الى مثل السرير تخت، يعني هذا بريك. راح اخذ 45 دقيقة. انا بجيب هذا الحرام من البيت لانه شوف شو فيه الاوساخ، فعشان اذا نمت انام هنا فوق هذا النظيف. تمام، وهذا الميكروويف. بسم الله. خلينا نتصل بالشركة واسألهم انه السائق الاخر قديش بده حتى يوصل لهنا. Hello, good morning. Yes, hi. My name is Tahir. I arrived to Penrith. I'm just wondering what time other drive. I will be here. Was it your agency that sent you the job? Yes. It's supposed to be 4 o'clock, so they told me to start early, 9 o'clock. Oh yeah, because that one is in Airdrie, so you meant to go to the yard, pick it up here, and then go back to Airdrie. Sorry? It's not a Dundee. It's the one you're doing now, because you're starting earlier. It's an Airdrie 1900. So you were meant to go all the way down to the yard, and then up to collect the trailer, and then to Airdrie, not to Dundee. قالوا لي المفروض ما تجي لهنا، المفروض تروح لغير مكان. لا هيك كثير. هلا هو أنا بالعادة بيجي لهنا دائما. تمام، ودوامي بعثوا لي الشركة، بعثت لي إنه عندي دوام الساعة 4 العصر. فقلت لهم تمام انا جاي 4 العصر. فاتصلت للشركه اخرى قالت لي
ممكن تبدأ الشغل بكير. طبعا دول شركات متعلقتين مع بعض. ايه ما عندي مشكلة راح أبدأ. مهم قالوا لي ندفع لك زيادة. قلت لهم تمام خلاص ما مشكلة راح أبدأ بكير. بس قالوا لي روح على الشغل الساعة 9. فرحت على الشغل. هو عادة هذا ما أفعله. وهذا يعني وصلنا رسالة إنه أجي على هذا هيك الشغل. بس قالوا لي ليش قالوا لي إنه تعال أبدأ بكير. فأنا جيت سويت. بس ما قالوا لي يعني أي تغيرات ولا متفاجئ هلا بيقول لي إنه مدام بدأت بكير الطريق تبعك يختلف بدك تروح على مكان آخر. أنا نزلت لتحت في الجنوب وهن بدو ياني أطلع على الشمال. شوف هذا. على كل حال قالت لي طيب ماشي اعطيني 5 دقائق وبرجع لك بس نشوف اذا بنحسن بنغير اي شيء عشان يجي واحد لعندك يعطيك التريلا وترجع انت فيها. الغلط منهم اني ما خبروني باي شيء. هني قالوا لي بس ابدا بكير وبدات بكير. شباب اتصلت للشركه هلا قالت لي ما في حد راح يجي لهنا لعندك فلازم تجي لعنا على مانشستر. راح اروح على مانشستر. يلا راح اسحب سحبي وحده على مانشستر باذن الله. يلي بدي اسوي هو اربط التريلا مره ثانيه لان انتم فصلناها مثل ما بتعرفوا واتكل على الله روح على مانشستر. معلم وصلت تقريبا. هنا عم بيقول لي روح مانشستر وهنا عم بيقول لي ليفربول وبرمنغهام. فانا راي بهذا الاتجاه لانه صحيح ماني راي على ليفربول وبرمنغهام وبنفس الوقت ماني رايح روح على مانشستر المدينه. اروح على اطراف المدينه وارينغتون هيا ليفربول وبرمنغهام هنا. بس يلا ماشيين. نحن عم نمشي مثل ما بيقولنا التمتم هنا. معلم جينا وقفنا بالاستراحة علشان نعبي مازوت ديزل. ما في عندنا كفوف هنا. لا والله عندنا كفوف. شو هالكفوف هدول على شكل كيس؟ اي والله كيس. خلينا نعبي وننطلق. بسم الله. ما ضل معنا فيول فلازم نعبيها. عبي هذا الطرف والطرف الثاني. لحديت الآن 70 لتر. بس عبيت فولت راح كفي طريقي على مانشستر. وقفت الاستراحة قلت هذه أقرب استراحة على الموتروي. في استراحات بقى بدها تطلع تدخل لجوا وبزي ومدري شو. لا هذه مباشرة عبارة عن محطة مازوت بس عن محطة الفيول. بتعبي بضل ماشي. فما في يعني ما فيها استراحة تقعد فيها إلا بالطرف الثاني بدك تطلع على الجسر. قلت هذه أسهل شيء فيها نوقف وعبي ومشي. فولت هذا أول طرف بدي أروح فول الطرف الثاني. هذا الطرف أخذ 162 لتر. 300 باوند. 301 تقريبا. 301.5. خلينا نروح الطرف الثاني. ها نحن الزاب الطرف الثاني بسم الله. خلينا نفتح هذه. فول بسم الله. بدي أعبي آد بلو. عشان نختصر وقت على هيك عم بعبي الاثنين اد بلو وديزل. حديت الان عبى 18 لتر 18 لتر عبى. اما الديزل عبى اوه 115 لتر خالص. 25 لتر قديش حقهم؟ 38 باوند. 25 لتر ب 38 باوند. هلا بحاسب وبنطلق على مانشستر. ما بيقل كثير ها 20 25 دقيقة بوصل باذن الله. تمام يا معلم عبينا وهلا ماشيين. 300 باوند و555 باوند يعني تقريبا 855 باوند. والاد بلو مدري ايش قد. المهم الفاتوره طلعت 895 باوند و96 بنس. خلينا نقول 900 باوند بس تعبي اد بلو وديزل. 900 باوند يا معلم. معلم انا ما كنت اتوقع هيك 900 باوند تطلع الفاتوره 895.96. شو هاد 301 ب 556 ب 38 المجموع 895. انا كنت بدي احسب معلم انا انه بدي اشتغل على الشاحنه فهذه تفويله 900 باوند. معلم باقي لي 40 45 دقيقه هنا لحتى اوصل. وبقال لي هنا ساعات القياده 49 دقيقه. يا معلم الفرق 4 دقائق فقط لا غير. الله يستر ما نخالف ساعات القياده يوقفونا الشرطه ويخالفونا. بس على كل حال يا معلم خلينا احنا نتكل على الله ونشوف اذا راح نوصل بالمعاد المناسب ولا لا وما نكسر ساعات القياده. يلا بسم الله توكلنا على الله. معلم باقي لي هنا تقريبا 7 مايل بس الطريق مسكر. هناك في شرطه في اخر الطريق. ما بعرف اذا مبينين الشرطه ولا لا.
والحل 7 مايل بوصل، ولكن طلع لي 19 دقيقة بس. ما بعرف إذا على 7 مايل أنا إذا الطريق مفتوح بخلصها من 7 دقائق 8 دقائق، ولكن الطريق مسكر، ومسكر هنا، هنا مسكرين وهنا أمام بشوي بس. سبحان الله، إن شاء الله ما مخالف، إن شاء الله ما مخالف، يعني بإذن الله منوصل في الوقت المناسب إذا فتح الطريق. هلا ما دام أنا واقف هذه 19 دقيقة ما عم تمشي، هذا مو معناته إن والله 19 دقيقة عم بخسر، لا 19 دقيقة قيادة، يعني وأنا عم بسوق ما دام واقف ما بتنحسب، يعني ليك 19 دقيقة ثابتة بس امشي بلش اتعدى التنازل ببلش بيمشي. فهلا ما دام واقف أنا تمام هيك، بس نشوف ايمتى رح يفتحوا الطريق. يلا ان شاء الله هلا بس نوصل ناخذ الاستراحه 45 دقيقه، وبعدين منبدل تريلا ومنشد لفوق على اب نورس شمال اسكتلندا. 2000 years later. معلم ليك خالص، الناس بلشت تطلع برا السيارات وتاخذ استراحه، الشارع خلاص مسكر. سبحان الله ما في غير 20 30 سياره قدامي، سبحان الله نصيبنا هيك انه ما نحسن نقطع. شوف هنا ورا سكر الشارع لوين معلم، يعني اليوم راح ننام على المتروي على الاستراد، شكله ما راح يفتح اليوم. ايه وبعدين تعرف شو، لازم نجهز الغداء تبعي. افتح لك خالص، خل هاي دقيقتين وعشر ثواني شغل خليص خان بما يمشي السير. والله مش السير مش السير مش السير، لكن الناس بلش تطلع ترقد. يلا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، حط الحزام اربط الاحزمه معلم، وهذا بس سخن ناكله بعدين. سلام، سير مشي. دقيقتين فقط قياده باقي لي وصلت لهنا على هذا المكان، واخيرا دقيقتين بس، بس دقيقتين. كان في وحده واقفه هنا وما عارفه شو بتساوي، وقال ما بتحسن بتلف، رجعت شوي قالت لي ما في مكان نلف ونرجع لانه ما في صفي، فقلت لها بعد رجع رحت لفيتها في الارض كسرتها كسر للشاحنه، وصفيتها بمكان جدا صغير جدا صغير. شوف هناك شو في عندي، في باليت تمام، صفيتها بهذا المكان. هلا شو بدي اساوي بهالدقيقتين؟ راح افصل الشاحنه بهالدقيقتين، راح افصل الشاحنه وروح على التريلا الثانية اللي بدي اخذها. تمام، لقيت الشحنة اللي بدي اخذها هذه، خليني اتاكد منها. هذا الشحنة هذا رقمها 2523 صحيحة، بس ولكن راح اتاكد منها من الباب من الاطارات كل شيء تمام، هذه 100% تمام. خلينا ناخذ رقم السكيورتي هذه، ما علينا انه بس نخلص البريك، لأن وضعت السيارة على البريك ما بقى احسن امشي. ضل لي نص ساعة تقريبا، تخلص النص ساعة وانطلق. انا بدي اروح هلا اشطح منه اريح شوي بما تخلص النص ساعه. 20 minutes later. معلم عندنا 4 ساعات ونص جداد، هذه الشركة اللي بشتغل فيها هي مقرة في انجلترا، شحناتها كلها صفر. وهلا راح يطلع فتحوا لي الباب ومنطلق، وصار عندي 4 ساعات ونص جداد. خلصت الاستراحة ومنتكل على الله. شوف هذا وين صافي. تمام 100% معلم، وصلنا على استراحة لانكاستر. Turn right, M6. هلأ
حان وقت الصلاة لازم نصلي الظهر والعصر، لأنه إذا تابعت لفوق راح يصير المغرب. فهلأ أنا بحسن بصلي بقصر وبجمع. يلا خلينا نروح فرجيكم على المسجد في استراحة لانكاستر. علم هاي وصلت، حيطل لك مالتي فيس روم، يعني جمع لك كل الأديان بمكان واحد، ولكن المسلمين محتلين هذا الأمر. بسم الله نشلح البوت هنا ندخل. هاي سداجات الصلاة. مهم ناس كاتبين ذكريات، كاتبين أشياء هنا ما لنا فيها. مكان للوضوء 100%. وهلأ نروح نتوضى ونصلي ونتكل على الله. بسم الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هلا نروح نصلي. سلام معلم. الحمد لله انتهينا من الصلاة. هذا المتروي. المهم أنا صفف بالجهة الثانية، بدي أطلع من هذا الجسر. خلينا نلبس ونمشي. مع السلامة. نحيط لك هنا اتجاه القبلة. صحيح إني حيطين هنا مالتي فيس، هذا مالتي فيس روم، ولكن جميعهم باطل ما عدا الإسلام. الإسلام هو الصح والحق. أكون حال وين صفيت شاحني أنا؟ هناك. راح أخذ هذه التريلا الزرقاء، مو هذه، هذا الخلف وراء البيضاء، وأطلع من هذا الاتجاه. هاي شاحنتي هذه الصفرة، ولكن خلينا نطلع إذا في مثلا شجرة تفاح، شجرة برتقال، أي شيء. في بعض الاستراحات بنزل فيها بلاقي شجرة تفاح أو بلاقي شيء مثلا، ما بعرف، يكون حد يأكل تفاح وشيرفة بعدين نبتت، الله أعلم. بس هنا ما في شيء، هذا شجر عادي كلاته. أكل حال خلينا ننطلق هلأ. بسم الله توكلنا على الله. الحمد لله صلينا الظهر والعصر، وهلأ ما ضل علينا غير ننطلق. خلصت الاستراحة ومنتكل على الله، رايح طالع على أب نورس على الشمال بريطانيا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. راح وصل الساعة 7:55. أنا عبيت الفيول الحمد لله، فلذلك ما في داعي أعبي من هنا مرة ثانية. وأخيرا هاي شاحنتي وصلت على الشركة على المدينة يلي راح انهي دوامي فيها. راح اعطيهم التريلا واعطيهم هدول الاوراق جوا داخل الشركة، وبعدين اخذ التريلا فاضي وروح صف محل ما كنت اليوم الصبح، تبعد عن هذه الشركة تقريبا 10 دقائق فقط لا غير. هذه الشركة يلي عم تصف فيها اغراض كلها عبارة عن فود، يعني مثل الرويال ميل، هرمز، شركة هرمز. على كل حال يا أصدقائي، هذا هو الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رح أوصل الأوراق، التريلا الفاضي، وروح صفة وروح البيت.